مع اختلاف الحقبات التاريخية اللي مرت على سوريا، بقي العدو واحد وممارساته الإرهابية واحد، ولكن دائما كان للأدب مكانة كبيرة بتوثيق الأحداث. ولا نحكي أكثر عن هذا الموضوع، بصيرنا نرحب بالاستوديو بالشاعر العقيد الركن غالب جوزية، رئيس فرع الدراسات النفسية في الإدارة السياسية وعضو في اتحاد الكتاب العرب. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير وكل عام وأنت بألف أهلا خير. أهلا وسهلا بكم، وكل عام وأنتم بخير، وشعبنا بخير، وجيشنا بألف خير، وقائدنا المفدى السيد الرئيس الفريق بشار الأسد بألف ألف خير. أهلا وسهلا فيك أهلا. وكل عام وأنت بخير. أمام عظمة الشهداء وفي رحاب الشهادة، وببداية هذا اللقاء مع حضرتك شو بتحب توجه كلمة؟ في هذا اليوم الأغر ننثر الورد والريحان، نرش العطر والمزهر على جبهة هذا الوطن المقاوم، ننحني إجلالا وإكبارا لأرواح شهدائنا الأبرار الذين استعذبوا الموت ليحيا الوطن. نحيي جباها أمهات الشهداء الصابرات المحتسبات، ونبث أطياف الحب والولاء والوفاء لرمح يعربي سمهري انتصب على كتف قاسيون ليواجه أعتى الرياح، ليقول إن هذا الوطن لن يركع، وإن هذا الوطن لن يستكين، لأنه وطن الرجال، لأنه وطن الأباة الحماة، لأنه وطن فرسان الرحلة الطويلة الذين اتخذوا شعار مسيرتهم الرائدة الشعار الذي طرحه القائد المؤسس حافظ الأسد في اليوم العاشر لحرب تشرين التحريرية: الشهادة أو النصر. والشهادة أولا لأنها طريقنا إلى النصر. صحيح، يعني الشهادة هي الحياة، هذا المفهوم اليوم نحن بدورنا كيف فينا نجسده، كيف فينا نوثقه، كيف فينا ننقله لأجيالنا وكل يمكن الصمود يلي صار أمامنا بالسنوات الماضية والتضحيات والشهادة يلي شفناها. دائما هناك بالمقابل حياة، خلينا نحكي عن هذا المعنى. طبعا الإنسان بطبعه يعشق الحياة ويحب الحياة، وليس من طبعه أو من فطرته أن يعشق الموت، أن يعشق الفناء، فهذه فطرة طبيعية لدى الإنسان أن يعشق الحياة ويحب الحياة. ولكن في الشهادة تصبح القضية مختلفة، فالشهيد هو إنسان، إنسان تم إعداده نفسيا ومعنويا بعقيدة راسخة، وامتلك إرادة من القتال. بامتلاكه هذه الإرادة من القتال أصبح غير آبه بما تعنيه كل الظروف وكل الأحوال، فهو في اليوم الموعود وفي الزمن المحدد سيقدم على تنفيذ مهمته غير آبه بكل الأخطار المحدقة، لأنه يعرف ويدرك تماما وهو بكامل القوة والوعي والإدراك والشجاعة والكرم والبطولة والغيرية الوطنية، يدرك تمام الإدراك أن باستشهاده سيعطي الحياة لأهله، لوطنه، لخيره ولذويه، فهو بموته باستشهاده تشرق الدنيا، تحيا كل أحبته، يحيا الوطن. ومن ناحية أخرى، من جهة أخرى، هو يزرع في نفوس الآخرين حب التضحية، حب الفداء. بهذه المعاني السامية يعطي الشهيد الحياة معناها الأكمل، معناها الأرقى، معناها الأنقى. فمن هو أغلى من الشهيد؟ الإنسان. كل القيم الفاضلة يختصرها الشهيد بروحه وجسده وعقله ودمه، فالشهداء هم القديسون، هم القدوة، هم منارة الطريق حتى نهاية الطريق. ومن هو أكرم من الشهيد الذي يبذل دمه فداء للوطن؟ ومن هو أشجع من الشهيد الذي يقدم على الموت بكل إرادة وتصميم؟ ومن هو أنبل من الشهيد؟ الشهيد يختصر كل القيم
الفاضلة التي عرفتها الإنسانية، وهذا ما عبر عنه القائد المؤسس حافظ الأسد عندما قال: الشهادة هي قيمة القيم وذمة الذمم، والشهداء هم أنبل بني الدنيا وأكرم بني البشر. الحديث عن معاني وقيم الشهادة، يبرز دور الأدب كوثيقة للتاريخ، وبتخليد البطولات يلي قدمها الأبطال السوريين، حابين نسمع من حضرتك شيء عن الشهادة ومعاني الشهادة. الحقيقة معاني الشهادة هي معاني خالدة، معاني سامية، تناولها الأدباء والشعراء في أشعارهم منذ اللحظة الأولى لإعدام جمال باشا السفاح لكوكبة من المناضلين الشرفاء الأحرار. هذه الحادثة فجرت قرائح الأدباء والشعراء، فعلى سبيل المثال يقول الشاعر القروي: خير المطالع تسليم على الشهداء، أزكى الصلاة على أرواحهم أبدا. وتستمر طبعا ملاحم البطولة و الشهادة، وتستمر معها ملاحم الأدباء في تسطير هذه الوقائع بكلمات خالدة إلى موقعة ميسلون وخليل مردن بك الذي وثق استشهاد البطل يوسف العظمة، فيقول له: أيوسف والضحايا اليوم كثر، ليهنك كنت أول من بداها، غضبت لأمة منها معد فأرضيت العروبة والإله. ويوثق الأدباء أيضا المعارك أبطالنا وتضحياتهم وشجاعاتهم في الثورة السورية الكبرى وفي الجلاء، وصولا إلى حرب تشرين التحريرية أيضا التي فجرت قرائح الشعراء، ومنهم شاعرنا الكبير سليمان عيسى الذي يقول: ناداهم البرق فاجتازوه وانهمروا، عند الشهيد تلاقى الله والبشر، ناداهم الموت فاختاروه أغنية خضراء ما مسها عود ولا وتر. فالشهداء هم خالدون، والحقيقة مهما في رحاب الشهادة وقدسية طهارتها تضيق مساحة اللغة وتضمر أجنحة البيان، ويصبح الكلام ضربا من محال، لأن الشهيد بفعله، بفعل الشهادة وقدسيتها يعلو فوق أبعاد الحروف وفوق رموز الألوان وفوق الزوايا الضوئية الضيقة، ليدخل إلى عالم الخلود، إلى عالم الجنان، إلى جنان الرضوان. نعم. خلينا نحكي عن ارتباط الأدب بين الماضي وبين الحاضر. اليوم يمكن في توثيقات تاريخية، في أبيات شعرية مثل ما حضرتك تفضلت من شوي، يمكن الأدب اليوم وتخليد الشهداء ومعاني الشهادة ضمن أبيات أو ضمن آداب كثيرة وتوثيق لتاريخ المعارك والشهادات التي قدمت فداء الوطن، قديش اليوم بتعطي صمود، بتعطي إرادة لاستمرار التضحية فداء الوطن؟ طبعا الشهادة هي متجذرة في نفوس أبناء شعبنا، وهي قد غدت نهجا أصيلا، وهي فعلا مستمرا. فنحن عندما نلاحظ شهداء الجلاء، شهداء الجلاء هم أبناء شهداء الثورة السورية الكبرى، وشهداء تشرين وأبطال تشرين هم أبناء شهداء وأبطال الجلاء. فهذه السلسلة، وأبطالنا اليوم وشهداؤنا اليوم الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم لتزهر هذه الانتصارات التي نحياها اليوم على امتداد مساحة الجغرافيا السورية، هم أبناء وأحفاد رجالات تشرين وشهداء تشرين. فمن دماء شهدائنا الأبرار في الجلاء وتشرين، ومن صمودهم وتضحياتهم، نستلهم أبهى الصور وأجمل المعاني لنثور واقعنا، لنصل به إلى الغد المطلوب، إلى الغد المنشود، التي تبقى فيه سوريا حرة كريمة وعزيزة مستقلة بعزائم أبنائها وهمتهم بهم وبالتفاف شعبها وقيادتها، حول قيادتها الحكيمة بقيادة السيد الرئيس الفريق بشار الأسد. طبعا موضوع الشهادة هو يعني موضوع واسع وكبير،
ولعل الفضل الأكبر وصاحب مدرسة الشهادة الأكبر هو القائد المؤسس حافظ الأسد الذي أعطى الشهادة كل معانيها وكل قيمها المعنوية والمادية، حتى غدت سوريا مدرسة الشهادة التي يعتد بها والتي يحسب لها ألف حساب. وطبعا تابع السيد الرئيس الفريق بشار الأسد عطاءه للشهداء ولإحياء وتعزيز مدرسة الشهادة، حيث قال بأن شهداءنا الأبرار هم المنارة التي هم منارة وهو القنديل الذي لا ينطفئ على مدى الأجيال وعلى مدى الدهر. مثل ما ذكرنا بالمقدمة، حضرتك عضو اتحاد الكتاب العرابة ولك بال طويل بالشعر، حابين نسمع شيء من حضرتك كمان عن الشهادة ومعاني الشهادة. أخط اليوم منشوري إلى الشهداء بالجور، فأطلق للمدى حلمي حساسيني عصافيري، أقول لنسمة هتفت على كل الذرى دوري، ومن شهداء نبتدئ كخط الوحي والنور. أنا التاريخ ملحمة بلا زيف بلا زور، وهذه الحرب لن تقوى على فلي ومنتوري، فاسمي للعلا رسم أنا السوري أنا السوري، أواجه كل أقداري ولي ثقة بمقدوري، فما جوي بمنفلت وما بحري بمسجوري، فإما مسني ضيم أقول لأرضنا ثوري، فلا فتوى لأفاك ولا طعنات موتوري، ولا ذبح لمرتزق ولا نبح لمسعوري، ولا دين لمرتهن ولا دعوات تكفيري، فدين الله شرفني فذا شيخ وذا خوري، وإن ضاقت بنا سبل فذا قمحي وتنوري، فزاد الذل أرفضه وزاد العز موفوري، فسجل نبض قافيتي وغني الفجر يا دوري، فلي أمل سأبلغه بأرض النور والحور، أنا الشمس التي تبقى أنا السوري أنا السوري. الله يحمي كل السوريين والله يرحم جميع شهدائنا، ونحن متابعين مع حضرتك، ولكن اسمح لي انتقل الى غرفة الاخبار للاطلاع على اهم المستجدات يلي عم تشهدها الساحة السياسية مع زميلي بهاء خير. صباح الخير يا بهاء. يسعد صباحك ليا ولضيوفك الكرام. موجز الانباء بعد الفاصل. أهلا بكم. شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا جديدا على عدة مناطق في قطاع غزة المحاصر، هذا وذكرت وسائل أعلام فلسطينية بأن طائرات الاحتلال ومدفعيته استهدفت شرق بيت حانون شمال القطاع وشرق مخيم البريج وقرية جحر الديك وسطه وجنوب مدينة غزة، ما أدى إلى إلحاق أضرار في البنى التحتية وممتلكات الفلسطينيين. تجددت الأعمال الاحتجاجية في عدد من المناطق اللبنانية للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ومحاربة الفساد، وشهدت الاحتجاجات قطع عدد من الطرقات من بينها طريق عام حلبة الرئيس وأوتوستراد سعد نايل في البقاع، وقطع أوتوستراد طرابلس بيروت عند جسر البالما بالاتجاهين. أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي العراقي انتهاء عملية أسود الصحراء بتطهير عدة مناطق وقتل 5 تكفيريين وتفجير عجلة مفخخة في محافظة الأنبار، هذا وقال نائب قيادة عمليات الأنبار للحشد أحمد نصر الله بأنه تم تطهير عدة مناطق تقع غرب محافظة الأنبار، وتطويق ومداهمة وادي حوران ووادي الحسينيات والملصي والكعر والحلكوم والمدهم وملوز وصولا للعجرميات والعديان الثلاثة وعود النسر. وأوضح بأن العملية أسفرت عن قتل 5 من عناصر داعش التكفيري واعتقال 4 من المشتبه بهم وتفجير سيارة مفخخة.
أودى وباء كورونا بحياة أكثر من ربع مليون نسمة، ما يزيد عن 85% منهم في أوروبا والولايات المتحدة لوحدهما، وذلك منذ ظهر فيروس كورونا المستجد للمرة الأولى في كانون الأول وفق تعداد أجرته وكالة فرانس بريس استنادا إلى مصادر رسمية. وأظهر التعداد بأن الجائحة حصدت أرواح أكثر من ربع مليون شخص من أصل 3 ملايين ونحو 600,000 مصاب بالفيروس. ختام الموجز مشاهدينا، والآن عودة للزميلات في استوديو صباح نغير. شكرا لك يا بهاء، وأكيد متابعين بصباحنا لليوم وبالحلقة الخاصة بعيد الشهداء 6 من أيار يناير. صحيح ليا، قبل الموجز كنا مع سيادة العقيد الركن غالب جازية وهو رئيس فرع الدراسات النفسية في الإدارة السياسية وعضو اتحاد الكتاب العرب. أهلا وسهلا فيك. أهلا عن سهلا جديد فيك. يعني ما في مثل الكلمة بالأدب أنه تقدر توصل معاني وعظمة الشهيدة والشهادة. كمان حابين نسمع من حضرتك سيادة العقيد شيء ثاني. آت من التاريخ فانهل يا مدى، بفم اشتعال الحرف لا صوتي صدى. آت من التاريخ أحمل نبضه، لأرد عن وطن السليب من اعتدى. آت إليكم من يعيق تقدمي، وقد انتزعت من الشهادة موعدا. جسدي يفجره الإباء صواعقا، ودمي يسطر للكرامة مشهدا. وفمي يرتل يا غزاة تقحموا، فالموت آت من هنا وأنا الردى. زمن الهزائم لن يكون بجانبي، وقد اقتدى هذا الهوى بمن اقتدى. زمن الهزائم لن يكون زماننا، زمن الهزائم لن يكون زماننا، إما زمان النصر أو زمن الفداء. ولرفاقي في القوات المسلحة أتوجه بهذه القصيدة. قم عانق الفجر وانظم شعرك الآن، فالأفق طلق وسحر الشام قد بانا. والصيد في الساح هز الكون خطوتها، والكبر يرسم في الهامات عنوانا. هذه الرجال إذا ألفيت غضبتهم، خلت الرؤى حمما يقتات نيرانا. شم الأنوف على البطحاء إن وطئوا، ظن العدا في مسير الزحف بركانا. سيف الشآم إذا لاحت بوارقه، رد الهبوب على الأعداء أكفانا. تلقى النسور مدارات ترصعها، هذه السماء على الآفاق تيجانا. تلقى الأسود بآجام الوغى نفرت، تحمي العرين وتفري رأس من خانا. تلقى الإباء على الطلات مرتسما، من نور بشار عبى القلب وازدانا. الله أكبر، هذا جيش أمتنا، جاب الصعاب وخلى الشمس تهوانا. جيش تمرس في صوغ العلا قصصا، إذا رواها يكون الساح برهانا. انظر إلى ميسلونا كم ترى عجبا، من طهر يوسف جاء الرمل والهانا. الواقفون بوجه الريح قد عرفوا أن التراب نسيج من خلايانا. يا واهبا عمرك الغالي لموطننا، أنت الرجاء وأنت الفخر مذ كانا. أما بتشرين جند النصر قد عزفوا يوم الوقيعة أنغاما وألحانا. صاغوا المنايا حياة في تدفقهم، فأعشب السفح ياقوتا ومرجانا. صانوا العروبة في لبنان مذ نزلوا، ما كان لولاهم لبنان. لبنانا قالوا نحاسبهم، هيهات أن يجدوا في ليلك الشام غير السيف سلوانا. تزاحمت حولنا الأنواء وارتسمت،
أنياب أفعى تحيل الشهد قطرانا، جاءت كلاب العدا من كل شاردة، يا شام كوني على الأعداء طوفانا. فاليوم نمضي إلى العلياء همتنا، من منبت الشمس لا من منبت هانا، عهدا على الدرب أن تبقى مراكبنا تجوب صرح العلا وتعتلي شانا. فالعرب أمتنا والنصر غايتنا، أبقوا السلاح بهذا الليل يقظانا. وبورك الجيش جيش الشعب مؤتلقا، ما ضمت الأرض فرسانا وعقبانا. شكرا كثير على الكلمات الحلوه، الله يحميكم انتم ابطالنا، والله يرحم ارواح شهدائنا. اكيد بدنا اليوم بحلقتنا الخاصه لنا الشرف تكون حضرتك سياده العقيد ضيفنا. شكرا كثير لك، نورتنا. الله يحفظكم، الله يبارك فيكم، كل عام وانت بخير. الله يحمي سوريا. وانا بالنهايه اود ان اتوجه الى رفاقي في القوات المسلحة وأقول بوركت خطواتكم أيها الفرسان، وبوركت جباهكم التي تعانق سماء الوطن لتطلع منها شمس العزة وأقمار الكرامة. وإننا في هذه المناسبة العظيمة، عيد الشهداء، أكرم من في الدنيا وأنبل من البشر، نعاهد شعبنا وقائدنا المفدى السيد الرئيس الفريق بشار الأسد بأن نبقى الجند الأوفياء المدافعين عن عزة الوطن وكرامته. شعارنا دائما وأبدا الشهادة أو النصر، والشهادة أولا لأنها طريقنا إلى النصر. كل عام وأنتم بألف ألف خير. وأنت بخير يا أنت بخير. شكرا كثير لك ولكلماتك اللي كانت معنا وزينت صباحنا غير. شكرا كثير لك. شكرا لكم.